على مدى أكثر من أسبوعين خاض هؤلاء الطلبة هنا في ريف محافظة تعز غمار امتحانات الشهادة الثانوية العامة رغم ظروف الحرب المحيطة بهم وصعوبات كثيرة منها غياب الكتاب المدرسي وعدم تأدية بعض المعلمين لواجبهم كما ينبغي. الحمد لله رغم الظروف القاسية التي يعيشها بلادنا لكن قضينا على كثير من المشاكل رغم عدم وجود المدرسين في المدارس وصعوبة تواجد المدرسين وحضورهم لدينا وقلة الكتب وعدم تواجد الكتب، لكن الحمد لله قضينا على كثير من المشاكل. جهود كبيرة بذلها القائمون على العملية التعليمية للحد من ظاهرة الغش التي انتشرت خلال السنوات الماضية والتي تهدد مستقبل التعليم في البلد وتضعه في مهب الريح. الحمد لله سارت الأمور كما خطط لها. بذلنا جهود كبيرة خلال هذا العام الدراسي أو الاختباري بحيث أن العملية الامتحانية سارت سيرا حسنا وبطريقة سليمة، وأيضا حدينا من ظاهرة التجمهرات حول المراكز الاختبارية. خلال امتحانات هذا العام غابت مظاهر التجمع والتجمهر جوار المراكز الامتحانية بشكل لافت، وبدأ ملاحظا الحد من عملية الغش، إلا أنه لم يتم القضاء عليها بشكل كامل لأن ذلك يتطلب بذل المزيد من الجهود المضاعفة. نحن طلاب الثانوية إن شاء الله نتمنى من العام القادم والعام الجديد إن شاء الله نتمنى استقبال يعني تواضع جديد وظروف جيدة رغم العام الأول لم يتواجد لدينا أي شيء. بدت أجواء العملية الامتحانية هادئة في مديريات ريف المحافظة حيث ساعدت هذه الأجواء الطلبة على إكمال واجباتهم بصورة طبيعية، وهو ما يفسر غياب المشاكل التي كانت تشهدها العملية الامتحانية خلال السنوات الماضية. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.